طيب نحتفل بالنادي الأهلي مع واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية وأيضا في تاريخ النادي الأهلي، ومش بس واحد من الأسماء الكبيرة، هو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الكرة المصرية، عميد لاعبي العالم الكابتن الكبير أحمد حسن. يا كابتن أحمد منور الدنيا. أي مساء الخير يا حبيبي، ازيك، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير، مساء الفل عليك. النهارده النادي الاهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز في موسم رائع جدا حصد فيه كل البطولات، كيف ترى انجازات النادي الاهلي هذا الموسم واخيرا الدوري الممتاز؟ اولا طبعا مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، ومبروك لمجلس ادارته ولاعيبته والجهاز الفني، لاني موسم انا اعتقد من المواسم الجيده في الفتره الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي. واعتقد ان زي ما انت قلت النادي الاهلي حقق كل حاجه الموسم ده، وما زال لسه كمان مستمر، لسه في بطوله كاس، ولسه في سوبر افريقي، وفي سوبر مصري. يعني اعتقد ان النادي الاهلي عنده حاجات كتير يقدر يحققها، ولكن النهارده فوز مهم ببطوله الدوري، لان اعتقد ان البطوله محببة بالنسبة للنادي الأهلي وغابت عنهم لموسمين، كان حصل على طبعا نادي الزمالك. فالموسم يستحق فيه النادي الأهلي بشكل كبير. يعني أنا سامعك دلوقتي وأنت لسه كنت بتتكلم بتقول على اللعيبة مميزة كتير في النادي الأهلي، وأعتقد إن كولر ليه الجزء الأكبر من فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري بطولة أفريقية، لأن هو قدر يعمل حاجة مهمة جدا جدا، وقدر ان هو يخلي في مجموعة لعيبة كلها جاهزة في اي وقت، صح. وان اي حد موجود اعتقد بيأدي بشكل قوي، اي حد مش موجود ما بيأثرش بشكل كبير على الفرقة، لان الموجود في نفس الكفاءة ونفس المستوى ونفس الاداء. انا اعتقد ان المعادلة دي مش اي حد يقدر يعملها، فقدر ان هو كله ان هو يخلق المعادلة دي لكل اللعيبة تبقى جاهزة، ان اي حد يعني شفنا مثلا لا حد كان يتوقع ان مصطفى شوبير مثلا يلعب نهائي افريقيا، صحيح. اي يعني اسوأ ما كانش حد يتوقع خالص، ومع ذلك ادى مصطفى بشكل قوي وظهر بشكل قوي، وادى ثقه لكل جماهير النادي الاهلي ان عندهم حارس مميز مصطفى شوبير. خليني كمان لما اروح معاك للمنتخب الاولمبي نتكلم على حارس كمان مميز، علاء حمزه كمان فاجئنا كلنا ان مستقبل كبير بالنسبه للدل. فانا زي ما بقول لك، يعني انت حتى بتشوف حتى الراجل دلوقتي هو بيعمل روتيشن، انت مش حاسس ان في فرق بين حسين الشحات وطارق محمد طارق، احمد عبد القادر موجود، بيرستاو بقى وكهربا ومحمد شريف، بيرستاو محمد شريف كهربا، فكل يعني حتى في حمدي فتحي لما كان موجود مع عمرو السوليه مع مروان عطيه واليو ديانج، عمران عطيه وقالوا ديانج نفس الحكايه بالنسبه للمدافعين. يمكن اللي ملوش بديل هو علي معلول الوحيد فقط لا غير، يمكن ومع ذلك الراجل بيأدي بشكل مميز جدا جدا جدا، واحد الحلول المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. فانا اعتقد ان كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده يؤدي لنجاح في النهايه، كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده يؤدي لدوري ممتاز. النادي الاهلي اعتقد ان هو اقوى هجوم واقوى دفاع، ما عنديش الاحصائيات قدامي دلوقتي، ولكن انا اعتقد ان هو اقوى هجوم واقوى خط دفاع موجود في الوقت الحالي، صحيح. فكل الحاجات دي اهلته ان هو يبقى بطل الدوري وان هو يكون بطل افريقيا كمان. طيب انا عايز استغل وجودك معايا واسالك على الدوري بشكل عام، الدوري السنه دي بشكل عام على مستوى المنافسه وعلى مستوى صراع الهبوط، شفته ازاي يا كابتن احمد؟ لا، المنافسه على الدوري الممتاز ما كانتش موجوده من الدور الثاني خلاص من بدايه الدنيا. انا اعتقد ان النادي الاهلي كان حسم البطوله بشكل كبير جدا، وما كانش فيه يعتبر منافس للنادي الاهلي. يعني انا حتى قلت ان النادي الاهلي اعتقد انه حسم البطوله من بدايه الدور الثاني خلاص، يعني الموضوع كان محسوم، وانا شايف ان المنافسه كانت صعبه جدا السنه دي، او المنافسه ما كانتش موجوده مع النادي الاهلي الموسم ده. تيجي تبص بقى للهبوط، انا عايز اقول لك ان هو كان اقوى من المنافسه بشكل كبير، احنا كلنا كنا قاعدين النهارده، كلنا قاعدين الاربع مباريات رايحين على القناه دي، على راجعين على القناه دي، ونشوف اسوان عمل ايه والمحل عمل ايه والجيش. انت بتتكلم على ست فرق او سبع فرق كانوا بيصارعوا على الهبوط. اللي احنا نتمنى ان يكون المنافسه دي فوق بقى، يعني احنا مش عايزين ده يبقى الناس كلها قاعده مستنيه ده، لا احنا عايزين يبقى ده اللي موجود، الصراع اللي موجود لحد اخر
جولتين ثلاثه ده عايزينه يبقى فوق كمان. انما النهارده اليوم كان حلو قوي 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 قوي. الناس كلها كل الجماهير كانت قاعده مستنيه اسوان والاسماعيلي والمحله، وبخص بالاخص الفرق الجماهيريه لاني مهم جدا 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 ان هي تكون موجوده دايما في الدوري الممتاز، لان هو ده اللي بيدي طعم للمسابقه. النهارده لما شفنا جمهور اسوان او اسوان، شفنا المحله، شفنا الاسماعيلي، النهارده مسانده كبيره جدا جدا من جماهير النادي الاسماعيلي وكانت موجوده. فصراع يعني طبعا بعيد عن النادي الاسماعيلي، طبعا بعيد عن كل الانديه دي، النادي الاسماعيلي المفروض يكون مكانته افضل من كده بكتير، نادي تاريخ كبير ونادي تاريخ عريق. ولكن مهم ان احنا وانا بتكلم معاك ان كره القدم يا جماعه اصبحت هي صناعه. صح. لو الناس النهارده في الاسماعيليه مش هيبقوا فاهمين كده هتبقى المساله صعبه صعبه صعبه، وكل الانديه الجماهيريه لازم نشوف حلول للانديه الجماهيريه ان يكون ليها مصدر دخل. لان النهارده طبعا انا معاك ان فرق الشركات بقت كتير والكلام ده وكده، بس هم عندهم الامكانيات الماديه ده. أيوة. مش موجود في الانديه الجماهيريه، فلازم يكون في حل علشان الدنيا دي تتظبط. احنا حابين ان يكون في انديه جماهيريه، طبعا حابين ان يكون 70 80% من الدوري الممتاز انديه جماهيريه، طبعا طبعا، وده بيعلي من قيمه المسابقه. انما في النهايه لازم تشوف المشكله فين والازمه فين، ان النهارده الانديه الجماهيريه دي بتعاني من الامور الماليه، فلازم تشوف لها حل. صحيح. لان مساله طبعا صعبه. فنتمنى التوفيق طبعا، لان ما زال محله واسوان هم دلوقتي اللي في مرحله الخطر. يمكن في فرق كتير عدت النهارده زي الاسماعيلي، زي اعتقد سيراميكا. الاسماعيلي وسيراميكا بس اللي عدوا النهارده. بالظبط. والبنك الاهلي اعتقد يعني 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 على بعد البنك الاهلي وسموحه. دول البنك الاهلي وسموحه نقطه، يعني هم 36، يعني انت محتاج 37 تضمن البقاء، 36 لسه فيها كلام لحد الجوله الاخيره. بالظبط. فطبعا عندك فرقتين جماهيرتين موجودين موقفهم صعب جدا جدا. نتمنى وغزل المحل التوفيق وباذن الله ان شاء الله في الجولات الاخيره، ونتمنى نتمنى لكل التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد، بخبراتك الكبيره جدا، في ناس تقعد تسال تقول طب ما الاهلي محقق 5 بطولات يا جماعه ولسه هياخد بطولات ثانيه وعامل موسم رائع جدا، هو الاهلي ليه محتاج تدعيمات وليه بيدور على لعيبه كلاس ايه او لعيبه صف اول؟ رايك ايه في اللي بيقوله كده يا كابتن احمد؟ لا طبعا النادي الاهلي، ما انت كل ما بتحقق بطولات كل ما بتبقى محتاج تدعيمات اخطر وكل ما محتاج تدعيمات افضل. انما الميزه احتياجاتك ايه، مش الميزه ان انا اجيب تدعيمات وخلاص. يعني انت بتتكلم النهارده النادي الاهلي محتاج مهاجم، طبعا محتاج مهاجم، مش مهاجم واحد، محتاج اثنين مهاجمين. بتتكلم النهارده النادي طبعا على الاقل، لان كل اللي موجودين بيأدوا وليست مهاجمين. يعني محمد شريف بيأديها، كهربا بيأديها، انما هم مش مهاجمين صراح، مش المهاجمين اللي هو يعني النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي لازم يكون فيه طول عمر النادي الاهلي بيبقى فيه مهاجمين اقوياء جدا جدا جدا. بتتكلم بقى على كابتن حسام، بتتكلم على فيليكس في وقت من الاوقات، بتتكلم انا مش عايز انسى حد، بتتكلم على فلافيو في وقت من الاوقات، بتتكلم على اسماء كبيره. وطبعا كابتن عماد متعب. نعم. وطبعا كابتن عماد متعب واحمد بلال وعدد كبير من المهاجمين. طبعا متعب واحمد بلال واسامه حسني. يعني انا بتكلم على دايما في مهاجمين في النادي، انما انت احتياجاتك ايه؟ انا ما اعتقدش النادي الاهلي احتياجاته كتير بالنسبه على قد الدوري المصري، مش محتاج تدعيمات كتير. انما خليني اقول لك اني محتاج باك شمال، طبعا محتاج باك شمال اكيد مليون المية، لان علي معلول استحاله راجل برضه سنه الحياه انك انت مش هتقدر تلعب كل 3 ايام ولا كل 4 ايام، الموضوع برضه موضوع صعب. لازم يبقى فيه بديل جيد لعلي معلول، لانك انت بتتكلم عن النادي الاهلي هيشارك في اكثر من بطوله، فلازم يبقى عنده البدائل الافضل. اتكلم على واحد لازم يكون موجود مع الناس اللي ورا المساكين، طبعا النادي الاهلي ممكن يكون محتاج واحد من اللي موجودين. بتتكلم على نص ملعب في الوقت الحالي بعد رحيل احمد حمدي فتحي، اعتقد برضه ممكن المكان ده يكون النادي الاهلي. كابتن احمد اتفضل كمل. اللي فيه يعني 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 في لعيبه كتير كويسين هو الاطراف كلها دي، اعتقد ان الاهلي ممكن ما يكونش محتاج في المكان ده، انما التدعيمات مهمه. طيب كابتن احمد، تحديدا الاهلي محتاج امام عاشور؟ على المستوى الفني بكلمك على امكانيات اللاعب فنيا. لو احنا بنتكلم فنيا امام لعيب كويس طبعا وكلنا اشدنا بيه، انما انت خدتني في حته انا مش حابب اتكلم فيها. لا انا عشان عارف ان انت يعني بتتكلم في كل حاجه. مش ان امام عاشور، انا اتمنى ان امام عاشور
لا يرجع مصر ولا يلعب اهلي ولا يلعب زمالك ولا يلعب بيراميدز ولا يلعب اي حته ولا حتى لو خليج. حتى انا نفسي لاعبتنا المصريين يكملوا الاحتراف. يا جماعه احنا ما ينفعش النهارده نقعد نقول ونكبر الموضوع ونكافئ لاعب هو مش قادر يستحمل الحياه الاحتراف. يعني 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 احنا كده اعتبر بنكافئ اللعيبه بتفشل في اول 6 7 شهور. فانا بغض النظر عن النادي الاهلي محتاجه، خلي بالك النادي الاهلي امام موجود او امام مش موجود هيمشي ويحقق بطولات ويحقق نجاحات، ونادي الزمالك والانديه الكبيره كلها. بس هي الفكره كلها فكره امام. انا اتمنى يعني اللعيبه اللي بتحس فيها ان هي مختلفه. يعني انا كان نفسي رمضان صبحي يحترف، نفسي امام، نفسي اللعيبه اللي هي مميزه، لان احنا كلنا النهارده بنتشبك بصلاح والنني ومش عارف مبسوطين بيهم، عايزين نبقى عندنا 30 40 لاعب محترف. يا جماعه يعني 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 انا 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 مش عارف بجد. لازم ان احنا نوعي اللعيبه دي، نتكلم معاهم. انما ما ينفع امام كمان هيجي ويرجع تاني للدوري المصري. وخلي بالك انت امام النهارده، بص انا هتكلم في جزئيه مهمه جدا عشان انا اتكلمت معاك قلت ان الكوره صناعه، وعشان تبقى صناعه لما انا اجي اجيب لعيبه النهارده بقيمه كبيره يبقى انا عندي هدفين. الهدف الاول، انا مش عايز اطول عليك، بس لا براحتك خالص، براحتك، بالعكس ده كلام مفيد جدا. الكابتن احمد حسن اللي معايا، فلما تقول الكلام ده يبقى مفيد للجميع يعني، اتفضل. الهدف الاول ان لعيب يفيدني، والهدف الثاني ان انا بستثمر فيه. طيب الهدف الاولاني ان هو يفيدني، والهدف الثاني ان لما ادفع ارقام كبيره. يعني انا ماليش علاقه امام جاي فين، انا ليه علاقه ان امام هيتكاد على الاقل ب 3.5 4 مليون دولار. بنتكلم في حوالي 160 او 180 مليون ايا كان بالعقد بتاعه، انا بتكلم في حوالي 200 وشويه تكلفه امام. طيب هيفيدني؟ هيفيدني. هستفيد منه؟ لا مش هستفيد منه، لان خلاص هو انا لما بجيب لعيب صغير دايما ادفع فيه فلوس كتير عشان اعرف ابيعه بعد كده. زي مثلا النهارده انت جبت اليو ديانج. اليو ديانج النهارده في وقت من الاوقات كان جه فيه حوالي 6 جه فيه حوالي 7، خدت الاثنين، خدت الاستفاده اللي هي ليا انا كنادي، وخدت الاستفاده الماديه ان انا اقدر ابيعه بعد كده. طب انت النهارده امام هتقدر تسوقه بعد كده بعد ما الراجل وهو سنه صغير ما قدرش يتحمل، هيقدر يتحمل بعد 3 سنين بعد كده؟ فلازم الناس تبص لان زي ما قلت لك، طالما انا بدفع في لعيب برقم كبير يبقى لازم انا عارف ان انا هستفيد منه مستقبليا. فده انا اعتقد صعب. انما ايا كان كل اداره نادي هي بتشوف الفكر بتاعها ايه، بتشوف تفكيرها ايه، انما وهي بتاخد قرار بعد كده. انما انت لو انت جاي بتكلمني فنيا، طبعا فنيا النادي الاهلي يحتاج لاعب زي امام عاشور، اكيد لعيب طبعا من اللعيبه المميزين، ولعيب لعيب من اللعيبه الكويسه جدا جدا. انما يبقى ان انا برضه هقول تاني اني انا بالنسبه لي بحزن جدا 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 ان لاعب ما يكملش في الاحتراف، لان هو ما بيأثرش على نفسه بس، لا هو بيأثر على نفسه وعلى باقي اللعيبه كمان اللي هم من بلده، لان ده بيدي انطباع اني لا اللعيبه دي عقليتها عقليه اماتور، يعني مش عقليه محترفه. صحيح. كابتن الكبير كابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. لما الكابتن احمد حسن واحد من اهم المحترفين اللي جم في تاريخ مصر يتحدث بهذه الصيغه، نستمع جيدا ونعرف ان اللاعب المصري اللي بيخرج في الاحتراف الخارجي ويعود سريعا تقلق منه.